أمام هذه الحقائق التي أظهرها سجل المتحجرات كثف التطوريون جهودهم حول الادعاء بأن الإنسان قد تطور من حيوانات شبيهة بالقرود. عاش حتى الآن 6500 نوع مختلف من أنواع القرود، وقد انقرض معظم هذه الأنواع، ولكن جماجمها الصغيرة منها والكبيرة أصبحت مادة غنية للتفسير والتأويل في يد التطوريين. وضع التطوريون جماجم القرود الكبيرة منها والصغيرة جنبا إلى جنب، وأضافوا إليها جماجم بعض السلالات الإنسانية المنقرضة ليؤلفوا منها سيناريوهات حول تطور الإنسان. شغل القرد المنقرض الذي أطلق عليه اسم استرولابيتاكوس أهم موقع في هذا السيناريو، وتم العثور على أول متحجرة لهذا القرد في عام 1924 من قبل العالم الباثولوجي رايموند دارت. وادعى التطوريون الذين أطلقوا اسم القرد الجنوبي على هذه المتحجرة أن هذا المخلوق كان يحمل بعض الصفات الإنسانية، مع أنه عند مقارنة الهيكل العظمي لهذا المخلوق مع الهيكل العظمي للشمبانزي نجد عدم وجود أي فرق بينهما. أمام هذه الحقيقة ادعى التطوريون أن ما يميز القرد الجنوبي هو أنه خلافا لجميع القردة الأخرى كان يمشي منتصبا على قدمين، غير أن عالمي التشريح الشهيرين سولي زكرمان وتشارلز أوكسنارت هدما هذا الادعاء. والخلاصة إن قرد استرولابيتاكوس الذي حاول التطوريون تقديمه كجد وسلف للإنسان لم يكن إلا قردا منقرضا. إن المتحجرات التي أطلقوا عليها أسماء هومو أركتوس وهومو أرجستر وهومو سابينز أركيك وصنفوها تصنيفات خيالية لم تكن تعود في الحقيقة إلا إلى أعراق وسلالات إنسانية منقرضة. عند تدقيق الهياكل العظمية لهذه المتحجرات نرى عدم وجود أي فرق بينها وبين الهيكل العظمي للإنسان الحالي. الفرق الوحيد هو في وجود بعض الفروق التركيبية في الجمجمة، ولكن مثل هذه الفروق موجودة بين جماجم الأعراق المختلفة الحالية للإنسان. ويقبل العالم الباثولوجي المشهور ريتشارد ليكي بأن الفروق الموجودة بين جماجم الموجودة في سلسلة هومو أركتوس وبين جمجمة الإنسان الحالي هي فروق بين الأعراق الإنسانية، فيقول إن هذه الفروق لا تزيد عن الفروق الموجودة بين الأعراق الإنسانية التي تعيش حاليا في مناطق جغرافية مختلفة.